أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب أن مملكة البحرين حريصة على الدوام على أن تكون عضوا فاعلا في المنظومة القانونية الدولية، وبادرت إلى الانضمام إلى جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وقامت بتعديل تشريعاتها الوطنية لتتفق مع ما قررته هذه الاتفاقيات، فيما عدا ما يتعارض منها مع ثوابتها الوطنية والشريعة الإسلامية الغراء. وهي تلتزم دائما وأبدا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتشدد على التمسك بقرارات الشرعية الدولية. وأشارت معاليها أن هذه الثوابت التي تمثل نهجا راسخا للسياسة الخارجية لمملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ما أكسب المملكة احترام العالم أجمع وتقديره، وهي مبادئ نسعى إلى ترسيخ الالتزام بها عالميا وإقليميا. جاء ذلك خلال كلمة معالي رئيسة مجلس النواب رئيسة وفد الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي 41 بعد 100 بالعاصمة الصربية بلغراد، بحضور أعضاء وفد الشعبة البرلمانية بمملكة البحرين ورؤساء وأعضاء البرلمانات العربية والإقليمية والدولية الأعضاء بالاتحاد البرلماني الدولي. هناك العشرات من القرارات الشرعية الدولية الخاصة بفلسطين المحتلة لا زالت لم تنفذ، ولا زال الاحتلال الإسرائيلي يضرب بهذه القرارات عرض الحائط أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي يتوجب عليه القيام بمسؤولياته في إلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية والتوقف عن سياسة ضم الأراضي وانتهاك القانون الدولي. لذلك نؤكد على أن السلام في الشرق الأوسط هو خيار استراتيجي جسدته مبادرة السلام العربية، وأن القبول بهذه المبادرة وقرارات الشرعية الدولية سيحقق السلام الشامل والدائم. كذلك فإن ما تقوم به إيران من أعمال إرهابية في المنطقة من خلال التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتشكيل الميليشيات ودعمها، وآخرها استهداف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية واستمرار احتلالها للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، يمثل انتهاكا واضحا لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، ويعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر، ويتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي حيال هذه الأعمال. ونسجل في هذا السياق إدانة ورفض مملكة البحرين الاعتداء التركي على سوريا، والرفض التام لاستهداف سيادة دولة عربية شقيقة لما يمثله ذلك من تهديد للأمن والاستقرار. الحضور الكرام، إن مملكة البحرين حريصة على الدوام على أن تكون عضوا فاعلا في المنظومة القانونية الدولية، وبادرت إلى الانضمام إلى جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وقامت بتعديل التشريعات الوطنية لتتفق مع ما قررته هذه الاتفاقيات فيما عدا ما يتعارض مع ثوابتها الوطنية والشريعة الإسلامية الغراء. وهي تلتزم دائما وأبدا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتشدد على التمسك بالقرارات الشرعية الدولية.